تشهد القارة الأوروبية موجة شديدة الحرارة وسط توقعات بأن تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية مرتفعة، وهو ما استدعى السلطات في أكثر من دولة أوروبية إلى إصدار التحذيرات للسكان بتوخي الحيطة والحذر من موجة الحر القاتلة القادمة التي يتوقع أن تضرب عدة دول في أوروبا. تستعد دول أوروبية لأعلى درجات حرارة تصل إليها على الإطلاق، وذلك في غضون أيام، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في 7 دول عربية. خبراء المناخ والأرصاد الجوية يقولون إن أجزاء من أوروبا تتعرض لأعلى درجات حرارة على الإطلاق خلال أيام، بعد أن أصدر الخبراء تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 48 درجة مئوية، مما يشكل تهديدا على الحياة بكل أشكالها من البشر والشجر إلى الحيوانات والمحاصيل. وتقع القارة العجوز بالفعل في قبضة موجة حر شديد سميت بسايبرس، وهو أحد حراس الجحيم في الأساطير اليونانية، بعد أن انتقلت الموجة الحارة من الصحراء إلى جنوب أوروبا، وقد تسببت درجات الحرارة في حرائق غابات في كرواتيا، في حين سيضطر المواطنون في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا للتكيف مع درجات حرارة تتعدى 45 درجة مئوية. وعلى النقيض وتحديدا في بريطانيا، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، إذ من غير المتوقع أن يكون لموجة سايبرس أي تأثير على المملكة. إسبانيا يبدو بها الأمر مخيفا، حيث يتوقع الخبراء أن تصل درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 60 درجة مئوية تحديدا في أجزاء من جنوب البلاد. من جانبها قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا تواجه جميعا موجة حر كبيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في جزيرتي صقلية وسردينيا، واللتين سجلت فيهما أعلى درجات حرارة على الإطلاق في أوروبا. الأمم المتحدة حذرت من أن العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة مرصودة في تاريخه. بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أظهرت أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق هذا العام. وفي دولنا العربية أظهرت الخرائط الجوية أن كتلة حارة ستؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ومعها تصبح الأجواء حارة بل وشديدة الحرارة في العراق، حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد. على أي حال، الإنسانية على هذا الكوكب على موعد مع ارتفاعات متتالية لدرجات الحرارة، ارتفاعات سيكون تأثيرها سلبي وإلى أبعاد كبيرة على حياته وتفاصيلها، فاتورة سندفعها جميعا بعد أن ظل التغير المناخي والتلوث البيئي لسنوات طويلة مجرد حديث لم يتخطاه إلى قرارات.